الإمارات على إعلان دعمها للحل السياسي في ليبيا رغم مساندتها للهجوم العسكري على طرابلس الذي قاده حفتر قبل عامين، فهل تغير الموقف الإماراتي فعلا تجاه الوضع في ليبيا؟ وما هي أسباب هذا التحول إذا كان ما تعلنه أبو ظبي حقيقيا؟ تقرير استخباراتي أمريكي نشرته الواشنطن بوست كشف خيوط دعم الإمارات لمرتزقة فاغنر في عدة دول من بينها ليبيا، وهو ما أثر على علاقتها مع البيت الأبيض لتلاعبها بالنظام السياسي في الولايات المتحدة. نناقش هذا الموضوع في حوار الليلة بعد نشرة إخبارية مفصلة نتعرف على عناوينها مع خديجة بن رحمون. شكرا خالد، إذن تتابعونا في نشرتنا الليلة. عقب لقائه بحفتر دينديس يقول إنه لن يبدأ المحادثات إلا مع حكومة منتخبة وحكومة الوحدة تستدعي القائمة بالأعمال اليونانية. دعوات محلية للتعجيل بالانتخابات ورحيل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وباتيلي يطالب بتسريع العملية السياسية. مركز طرابلس يضبط عملة مزورة من فئة 50 دينار تحمل توقيع الحبر ويقدم بلاغا بالواقعة للنائب العام. يشاركني في تقديم نشرة الليلة آزم علي. إذن تتابعون معنا في نقطة نقاش. لليوم الثالث على التوالي يعتصم التجار بمنطقة الكريمية بسوق السامبا للجملة. الاعتصام جاء اعتراضا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بلدية السواني لتجديد رخص المحلات. إذن ما هي الأسباب التي دفعت بلدية السواني اتخاذ هذه الإجراءات؟ وما البديل في حال استمرار الاعتصام في سلة غذاء طرابلس الكريمية؟ في ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية، نتعرف عليها مع محمد. شكرا لك. في ملفنا الاقتصادي لهذه الليلة، ليبيا توقع سلسلة اتفاقيات مع تونس بحضور وزراء الخارجية والنفط والاقتصاد والمواصلات. إذن كانت هذه أبرز ملفاتنا الإخبارية لهذه الليلة، ألقاكم على رأس الساعة المقبلة، فابقوا معنا. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينديس إن محادثات بلاده لن تبدأ في ليبيا إلا مع حكومة منتخبة تمثل إرادة الليبيين، متهما حكومة الوحدة بعدم التعاون لإنجاز الانتخابات. وأضاف دينديس في تصريحات بختام زيارته إلى بنغازي أنه كان سيلتقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي، غير أن وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلة المنقوش حاولت إجباره بوجودها في المطار على مقابلتها، وأنه نتيجة لذلك قطع رحلته إلى طرابلس وتوجه إلى بنغازي وفق تعبيرها. وتابع أنه التقى حفتر الذي قال إنه كرر مواقفه المعروفة من المذكرة التركية الليبية ووجود تركيا في ليبيا بحسب قوله. بدأت زيارة اليوم إلى ليبيا كما هو مخطط لها من طرابلس، حيث كنت سألتقي بالرئيس محمد المنفي، لكن وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش حاولت إجباري بوجودها في المطار على لقائها، وكانت النتيجة أنني قطعت زيارتي لطرابلس وتوجهت إلى بنغازي. من جهته قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إن الاحترام المتبادل أساس العلاقات الدبلوماسية مع دولة اليونان ولن يسمح بأي تصرفات تمس ليبيا وسيادتها. جاء ذلك خلال لقاء دبيبة مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لبحث حادثة وصول وزير الخارجية اليوناني إلى طرابلس ورفضه النزول من الطائرة. وأكدت المنقوش أن ما قام به الوزير اليوناني إجراء غير دبلوماسي، وأنها لن تسمح لأي دولة بالتعامل مع ليبيا دون احترام لسيادتها وهيبتها، مشيرة إلى استدعاء السفير الليبي لدى اليونان للتشاور فيما حدث، إضافة إلى استدعاء القائم بالأعمال اليوناني في ليبيا لتوضيح خلفيات الحادثة وفق قولها.
في مشهد قد يبدو غريبا في نظر البعض وربما متوقعا عند آخرين، تحط طائرة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينديس في مطار معتيقا الدولي فيأبى النزول منها دون أي إيضاحات، فغادر الرجل وبقيت تساؤلات حكومة الوحدة عبر خارجيتها دون إجابة. وبشيء من التفصيل تقول الخارجية إن طلب الوزير اليوناني بزيارة طرابلس حظي بالقبول منها رغم سياساته ومواقفه الفجة التي انتهجها تجاه مصالح ليبيا التي تعكسها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة البلاد وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها. خارجية الوحدة التي أبدت استنكارها للحادثة واستياء وزيرتها نجلاء المنقوش التي كانت تنتظر استقبال دينديس لم تخفي عزمها اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها. أما خارجية اليونان والتي كانت قد سبقت زيارة وزير خارجيتها ببيان الأربعاء قالت فيه إنه سيلتقي خلالها برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بنغازي، ولكن هذه المرة وفي محاولة منها لتبرير ما جرى من دينديس في مطار معتيقا تعتبر في بيانها الخميس أن إلغاء الوزير دينديس لزيارته لطرابلس سببه ما سمت خرق الخارجية الليبية للاتفاق القائم، وهو اتفاق ينص على عدم عقد أي لقاءات مع وزارة الخارجية والاكتفاء بلقاء المنفي وحده. لتأتي على إثر ذلك الأخبار من بنغازي دينديس يحط في بنين ويستقبله خير التميمي مدير مكتب حفتر ويقول إنه سلم السلطات هناك لقاحات كورونا ويلتقي خلال زيارته بآمر عملية الكرامة قائلا إنه ناقش معه الاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة. موقف دفع حكومة الوحدة الوطنية إلى استدعاء القائمة بالأعمال اليونانية في طرابلس والسفير الليبي في اليونان كتعبير عن الاحتجاج، كما يقول الناطق باسم الحكومة محمد حمودة في تصريحه للأحرار. وأيا كانت أسباب ما جرى وما قيل في التصريحات الرسمية للبلدين وما يصدر عن سياسيها، قد يبدو الثابت الوحيد هو أن العلاقة بين أثينا وطرابلس ربما تسير نحو مزيد من التوتر، فعدم الاقتناع اليوناني بأحقية طرابلس توقيعها عددا من الاتفاقيات مع أنقرة منها ترسيم الحدود البحرية في المتوسط بين البلدين وأخرى متعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل الليبي، جميعها قد تضيق الأفق أكثر باتجاه تسوية تفاوضية لحل النزاع في شرق المتوسط. معي عبر سكايب من ولاية كيبك انضم إلينا الباحث في القانون الدولي حمزة علي، أهلا بك معنا في هذه النشرة. كيف يمكن تقييم تصرفات وزير خارجية اليونان من الناحية القانونية والدبلوماسية الدولية هنا؟ نعم، تصرف الوزير اليوناني هو انتهاك صارخ للسيادة الليبية، لأنه ممثل دولة أجنبية يصل إلى ليبيا يجب عليه احترام سيادة السلطات الليبية. بالنسبة لليبيا في علاقاتها الخارجية الممثل الشرعي لها أو الواجهة هي وزارة الخارجية، يجب عليه في زيارة التنسيق التام مع وزارة الخارجية والتحرك حسب الاتفاق معها. لا يمكنه بهذا الشكل أن يشترط التقاء بالرئاسة أو أي شخص آخر دون تنسيق مع وزارة الخارجية الليبية ومع السلطات الليبية المختصة، بالتالي هو انتهاك صارخ للسيادة الليبية أن تجول بهذا الشكل دون رضا الحكومة في الأراضي الليبية. أيضا فيما يتعلق بالأعراف الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، هناك انتهاك صارخ أيضا جدا بتصرف غير دبلوماسي على الإطلاق، أن يرفض اللقاء بناظرته الليبية وأن يشترط اللقاء بأشخاص آخرين سواء في الحكومة أو خارج الحكومة، التعامل حسب الأعراف الدبلوماسية يكون مع ناظرته ثم عن طريق وزارة الخارجية يمكن ترتيب لقاءات مع الرئاسي مع أي أطراف أخرى، لكن يجب أن يتم مع الحكومة. بالتالي هو انتهاك صارخ للسيادة الليبية وأيضا للأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية. طيب سياسيا برأيك يعني ما وراء القصد هنا من وصف خارجية اليونان أن حكومة الوحدة قامت بخرق للاتفاق؟ طبعا هو يقول أن حكومة الوحدة غير شرعية في تمثيل ليبيا في علاقاتها الخارجية، ثم يذهب للقاء بخليفة حفتر الذي هو ضابط عسكري لا يمثل أي سيادة في ليبيا. فالأمر غريب جدا، الهدف اليوناني واضح جدا من بداية تدخلها في الشأن الليبي هو الجرف القاري الليبي،
ما يهم اليونان هو الاستيلاء على الجرف القاري الليبي. معارضتها لحكومة السراج كانت بسبب الاتفاق مع تركيا لتحديد الحدود البحرية. الآن كانت علاقاتها مع الحكومة الوحدة الوطنية عادية وجميع الدول تحت الحكومة الوحدة الوطنية. انقلاب الموقف اليوناني سببه توقيع الاتفاقية مع تركيا. بالتالي مواقف اليونان فيما يتعلق بليبيا لها بوصلة واحدة، مؤشر واحد، هو الأطراف الداخلية الليبية التي تستعد للتماهي مع سياستها أو أطماعها في الاستيلاء على الجرف القاري الليبي. تقوم اليونان بالتواصل معها وترفض باقي الأطراف التي ترفض هذه الأطماع اليونانية. بالتالي كل ما يقوله الوزير اليوناني عن السلام في ليبيا وتشكيل حكومة موحدة وانتخابات في ليبيا هو مجرد ذر للرماد في العيون. ما يهم اليونان هو الاستيلاء على الجرف القاري الليبي، وللأسف هناك بعض الأطراف الداخلية الليبية في مقابل تسجيل بعض النقاط في الصراع الداخلي على السلطة هي مستعدة للتماهي مع هذه الأطماع اليونانية في الجرف القاري الليبي. طيب، إذن الأمر لا يعدو كونه تسجيل اعتراض على حكومة الوحدة من ناحية الاعتراف، ما التداعيات القانونية هنا وحتى السياسية على هذا التصعيد؟ نعم، أعتقد أن على حكومة الوحدة الوطنية أن تعي جيدا أن الأطماع اليونانية لن تتوقف أبدا في حقوق ليبيا في جرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة. أعتقد أنه يجب أن يكون موقف دبلوماسي واضح جدا وسياسي واضح جدا ضد هذه التصرفات العبثية اليونانية. أن يأتي وزير بهذا الشكل ويمرح شرقا وغربا في البلاد دون تنسيق مع الحكومة، وأن يقوم بشكل واضح جدا أن ينقل تصريحات عن خليفة حفتر وعن أطراف أخرى غير مختصة بأنها هذه الأطراف تنازلت له عن حقوق ليبيا في جرفها القاري. بالتالي أعتقد أن حكومة الوطنية يجب أن لا تقف مكتوف ليبي، يجب أن يكون هناك موقف قوي جدا وأيضا الرئاسي، لأن الآن هذا الوزير اليوناني يدعي أنه كان يريد اللقاء في المنفي. أين موقف المنفي؟ المنفي هو يفترض أنه يمثل السيادة الليبية، يمثل الدولة الليبية. عندما يقوم وزير أجنبي بمثل هذا التصرف كان يجب أن يكون هناك موقف واضح جدا من المنفي ضد هذا الخرق السارق الخرق الفاضح للسيادة الليبية وأيضا للأعراف الدبلوماسية. من كيبك الباحث في القانون الدولي حمزة علي، شكرا جزيلا لك. أعلن 120 شخصية ليبية عزمهم إطلاق مبادرة في مؤتمر صحفي السبت القادم، قالوا إنها لكسر المأزق الحالي ودعم حق الشعب في إجراء الانتخابات ومواجهة من يصرون على إدامة السلطة والمال والمزايا التي توفرها منظومة فساد ومحسوبية على حد تعبيرهم. البيان أوضح لمواقعي المبادرة أن أصحابها شخصيات قيادية من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن عمداء البلديات وقادة من المجتمع المدني وأحزاب سياسية، مضيفين أنه لم يسمح لليبيين باختيار قياداتهم السياسية على مدى 8 سنوات، وأن اتفاقيات تقاسم السلطة في الصخيرات وجنيف لم تفلح في تحقيق أي من وعودها وفق نص البيان. هذا وأعلن بيان صادر عن الحراك الشعبي لدعم الانتخابات في طرابلس البدء في إجراءات التقاضي ضد أعضاء مجلسي النواب والدولة. وبحسب البيان فإنه سيتم تكليف فريق دفاع لقانوني لرفع دعاوى أمام القضاء بمختلف درجاته، إضافة للجنة يهدي بهدف التواصل مع الناخبين بكافة مدن ليبيا بغية تحقيق العدالة، مؤكدين على استمرار اتخاذ كافة الوسائل والآليات المشروعة لإزالة الأجسام الحالية من السلطة. تكليف فريق دفاع قانوني يرفع دعاوى قضائية أمام القضاء بمختلف درجاته. 2. تشكيل لجنة للتواصل مع الناخبين بكافة مدن ليبيا لتسهيل إجراءات رفع القضايا وتحقيق العدالة للجميع. 3. نؤكد لكل أبناء الشعب الليبي بأن الحراك سيتخذ كافة الوسائل والطرق والآليات الشرعية والقانونية لإزالة هذه الأجسام الفاشلة. في السياق ذاته شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي دعوة كافة القيادة أو القيادات للعمل معا لتسريع العملية السياسية والذهاب نحو الانتخابات ووضع ليبيا على مسار السلام والاستقرار. وبحسب تغريدة لباتيلي فإن ذلك جاء خلال لقائه برئيس مجلس النواب عقيل صالح وإجرائه لمباحثات معه في القبة. بدوره قال المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية
والأمنية وكيفية الخروج من حالة الانسداد السياسي والدفع بالمسارين السياسي والأمني، بالإضافة إلى المسار الدستوري وسبل الوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن وتهيئة الظروف الملائمة لذلك. أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اليوم الخميس عن ضبط عملة مزورة من فئة 50 دينارا تحمل توقيع نائب المحافظ علي الحبري. وأوضح المركزي عبر صفحته الرسمية أن العملة المضبوطة تختلف في مواصفاتها عن المطبوعة في روسيا والتي تحمل توقيع الحبري أيضا، مؤكدا إحالة بلاغ للنائب العام بخصوص واقعة التزوير. أزمة جديدة تطفو على السطح تمس الاقتصاد القومي للبلاد بشكل مباشر، تتمثل في تزوير ورقة نقدية من فئة 50 دينارا كشف عنها مصرف ليبيا المركزي. الفئة المزورة التي ضبطها مركزي طرابلس تحمل توقيع نائب المحافظ علي الحبري، وتختلف في مواصفاتها عن العملة المطبوعة في روسيا والتي تحمل توقيع الحبري أيضا، وفق ما صرح به المركزي الذي لم يتسنى له معرفة مصدر العملة ولا مكان طباعتها وكمياتها. وأمام هذه الواقعة تقدم المحافظ الصديق الكبير ببلاغ للنائب العام مطالبا إياه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة، ومنبها المواطنين والمصارف التجارية بتوخي الحذر من التعامل بها. وفي مطلع أكتوبر الماضي واستمرار الاستجال والمناكفات بين مركز طرابلس وفرعه في شرق البلاد، أصدر نائب المحافظ علي الحبري قرارا بتعديل سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، إلا أن هذا القرار قوبل بالرفض من مركز طرابلس ولم يتم تنفيذه حتى يومنا هذا. الأزمة النقدية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى خلال السنوات الماضية في عهد حكومة الوفاق الوطني، عندما قام المصرف الموازي في شرق البلاد بطباعة مليارات الدنانير الليبية في روسيا، حيث أحدثت جدلا داخليا متسببة آنذاك في انخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي وارتفاع معدلات التضخم، نظرا لرفض مركز طرابلس التعامل بها والتحذير من تداولها في المصارف التجارية. تطور ولد مخاوف من تعميق الخلاف بين المؤسستين برئاسة الكبير والحبري، خاصة بعد أن كانت الجهود قد انصبت منذ مطلع العام الجاري على إنجاح محاولات التقارب بينهما. ينضم إلينا عبر الهاتف من مصراتة أستاذ علم الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل. أهلا بك سيد عبد الحميد. البداية، حدثنا عن خطورة هكذا حادثة وحوادث مشابهة على الاقتصاد الليبي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك وتحية لكل مشاهديك الكرام. يعني المصرف المركزي اليوم يعني ينوه على وجود عملة مزيفة. هذه العملة هي عملة مزيفة للعملة المطبوعة في روسيا، وهنا يجب التوضيح لأن هذه العملة المزيفة ليست عملة مزيفة لعملة مركز طرابلس المطبوعة في بريطانيا وتحمل توقيع المحافظ السيد الصديق الكبير، إنما عملة مزيفة على العملة المطبوعة التي طبعت في وقت سابق في روسيا. أعتقد أن الخطر الكبير يتمثل في الآتي: المصرف المركزي عندما يتم التنويه، ربما لأول مرة ينوه المصرف المركزي على وجود عملة مزيفة، ربما يعني تكون هذه الكميات كبيرة، يعني العملة المزيفة ربما نتحدث على أرقام كبيرة، وهنا يكون الخطر الكبير على الاقتصاد الليبي. أيضا نتحدث على أن يعني فئة 50 دينار لن يتم ربما يعني تداولها مثل ما كان في السابق، كون أن أغلب المواطنين يتوقع أن هذه العملة هي عملة مزيفة، وخاصة نتحدث على فئة 50 دينار. النقطة الأخرى أيضا، هل هذه العملة المزيفة قام بتزييف هذه العملة يعني مجموعة إجرامية نتحدث على كيانات صغيرة، أم هذه العملة المزيفة تم تزييفها في دول أخرى وتم إدخالها إلى ليبيا؟ أيضا هذا سؤال آخر، وبالتالي لابد من البحث على مصادر تزييف هذه العملة. ربما يعني لا قدر الله عندما كنا نتحدث على يعني مئات الملايين أو حتى مليارات من هذه العملة، لا شك أن الخطر سوف يكون كبير وكبير جدا. أيضا هل هذه العملة المزيفة
يعني لقت قبولا بين الناس وتوزعت ما بين في 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 ما بين الافراد وفي الاسواق. نعم بالضبط، هذه نقطه مهمه، إن كانت بالفعل توزعت بين الأفراد ويتم تداولها في السوق، ما الإجراءات التي يتم اتخاذها في هكذا حالة؟ شوفي، هو المصرف المركزي عندما قام بهذا التنويه يعني لم يوضح، يعني يفترض أن يكون حتى يعني توضيح للناس، أن تكون هناك صورة للعملة يعني الحقيقية والعملة المزيفة وتوضيح الفارق في نقاط محددة. المصرف المركزي هو يعني وضح وتحدث، قال الاختلاف يتمثل في نوعية الورقة، لكن مش كل الناس تستطيع التمييز. يعني تحدث لا يوجد توهج بالشريط الفضي، هناك شريط فضي في فئة 50 دينار، هذا الشريط الفضي في العملة السابقة يعني متوهج، يعني ما الآخر فيه باللغة العامية نقوله يماع، لكن في العملة المزورة يعني مطفي، لا يوجد توهج به، بالاضافه للخصائص الاخرى اللي تختلف على العمله التي طبعت سابقا في روسيا. لكن المصرف المركزي لم يفصح الى الان عن حجم او حتى كقيم تقريبيه بحجم العمله المزيفه، لم يتحدث هل هذه العمله فعلا يعني اصبحت متداوله بين الناس. ايضا المصرف المركزي لم يتحدث عن الجهات الرئيسيه وراء هذه العمله، ربما يتحدث البعض، يعني ربما تكون لأغراض سياسية، يعني عندما نتحدث إذا كانت هذه القيم كبيرة وذات جودة عالية، عندما نتحدث على الجودة العالية يعني صعوبة التمييز، يعني لا يستطيع المواطن العادي ولا حتى ربما العاملين في بعض المصارف التمييز هذه العملة المزيفة على العملات الأخرى، فإننا نتحدث على جودة عالية في الطباعة وربما تكون وراها دول أخرى، يعني إذا نتحدث على عمليات صغيرة أو عمليات قد تكون أكبر من ذلك بكثير. شكرا لك أستاذ علم الاقتصاد بجامعة مصر سيد عبد الحميد الفضيل، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. الآن مشاهدينا إلى جولتنا الاقتصادية مع محمد الكوش. شكرا لكم. بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وفد تونسي رفيع المستوى علاقات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في كافة المجالات. وضم الوفد التونسي وفقا للخارجية وزراء الصناعة والطاقة والنقل والتجارة ومدير الشركة التونسية لصناعات التكرير، فيما حضر من الجانب الليبي وزراء النفط والاقتصاد والمواصلات ورئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط. بحث رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع عقده مع رؤساء أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بالإضافة لجهاز مشروعات المواصلات، الإجراءات التعاقدية لعدد من المشاريع بعد نيل موافقة ديوان المحاسبة. هذا وتناول الاجتماع تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس وعدد من الجسور في بنغازي ومشاريع الطرق في جدابية وجال وأباري وغات. واستعرض رؤساء الأجهزة المشاريع الصحية في سبها وجدابية، بالإضافة للمشاريع العاجلة المزمع تنفيذها في عدد من البلديات. شدد محافظ مصرف ليبيا المركزية الصديق الكبير اليوم الخميس على أهمية التقليل من المخاطر والمحافظة على سلامة القطاع المصرفي بالانتقال إلى أحدث معايير الرقابة المصرفية ومتطلباتها وتقييم نظم الرقابة الداخلية والرفع من كفاءة الموظفين. جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل حول الرقابة المصرفية
والتي نظمتها إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت عنوان الانتقال إلى أحدث معايير ومتطلبات الرقابة المصرفية. اعتمد رئيس أعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ ومدير إدارة الشؤون المالية إقفال الميزانية العمومية للسنة المالية للعام 2021 بحضور أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين. هذا وأعلن المجلس أن إدارة الشؤون المالية بالشركة قامت خلال فترة قصيرة بإقفال كافة الميزانيات السابقة للشركة والمتراكمة منذ سنة 2013 حتى سنة 2021. أتممنا إقفال الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. الحمد لله من بداية تكليفنا أخذنا على عاتقنا إتمام وإقفال ميزانية متأخرة للشركة بداية من سنة 2013 وحتى الآن. ومع أخبار صلة العملات حيث ارتفع السعر الرسمي لصرف الدولار الأمريكي واليورو أمام الدينار في تعاملات الرسمية اليوم لمصرف ليبيا المركزي، حيث شهد السوق الموازي أيضا ارتفاعا في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار، وشهد اليورو استقرارا في تعاملات اليوم. إذا ختام جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، العودة الآن إلى الزميلين خديجة وآزم. شكرا محمد. يتواصل اعتصام التجار بمنطقة الكريمية بسوق السامبا للجملة لليوم الثالث على التوالي. وبحسب التجار فإن الاعتصام جاء اعتراضا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بلدية السواني لتجديد رخص المحلات. نتابع. استحداث بلدية الكريمية مطلب شعبي للسكان. ثلاثة، نرفض رفضا قاطعا دفع الأتاوة لأي جهة كانت. أربعة، نرفض رفضا قاطعا التلويح باستخدام القوة ضدنا، ونعلن بأننا مستمرين في اعتصامنا إلى حين تلبية مطالبنا. كانت هذه أبرز مطالب تجار وسكان منطقة الكريمية في اعتصامهم المفتوح بشارع السامبا لجملة المواد الغذائية الذي يستمر لليوم الثالث على التوالي. رفع تعرفة رسوم تجديد الرخص للمحلات التجارية من قبل بلدية السواني دفع التجار إلى الدخول في اعتصام وإقفال كافة المحلات التجارية بالمنطقة. نناشد الحكومة ونناشد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبع أن يتدخل في الموضوع شخصيا لحل هذه المشكلة، لأن نحن مواطنين ونحن مسؤولين منا، وهو ولي أمر الليبيين، فيجب أن يرفع علينا هذا الظلم الواقع علينا. سقف مطالب المعتصمين ارتفع للمطالبة بتفعيل قرار سابق لحكومة الوحدة الوطنية بإنشاء بلدية الكريمية نظرا لتردي الخدمات وتهالك البنية التحتية بالمنطقة بحسب السكان والتجار. تردي الخدمات العامة للسوق بشكل خاص وللمنطقة بشكل عام من جميع النواحي، إيرادات من 2016 و2017 تاخذ في إيرادات من السوق بدون أي خدمات للسوق نهائي. الشارع قدامك تقدر تصوره، شارع غذائية يمول في ليبيا كاملة، شوارع كلها مكسرة محفرة ما فيهاش ولا أي خدمات قمامة. احنا هذه مطالبنا نظر للمنطقة ولأوضاعها وللسوق بشكل خاص. فهمت؟ في قرار واصل الأوراق للسيد عبد الحميد بيبة وموقع عليه بإنشاء بلدية، ما نعرفش عند السيد رئيس حكم محلي، ما نعرفش وزير حكم محلي واقف عنده، ما نعرفش شنو هو الأسباب ما نعرفوش، لكن كبلدية نطالبوا ببلدية ونوعدوا الشعب الليبي أنها تكون أفضل بلدية على مستوى ليبيا. تمسك التجار بالاعتصام واستمرار إقفال محلات الجملة في أكبر سوق للمواد الغذائية في ليبيا ينذر بأزمة قد تمس الأمن الغذائي للبلاد ما لم تتدخل الجهات ذات الاختصاص. محمد نبوت، ليبيا الأحرار، طرابلس. إذن مشاهدينا نوه إلى أنه كان من المفترض أن يكون معنا عبر الهاتف عميد بلدية سواني بن يادم شعبان السويسي للرد وتوضيح ما يحدث، إلى أنه اعتذر عن الظهور قبل دقائق من بداية هذه النشرة، كما لم توافق القناة في التواصل مع أي من أعضاء المجلس البلدي سواني بن يادم للرد
على التجار ومطالبهم. مازن، إذن بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، ونترككم مع أهم ملفات الليلة وخالد سعيد. إلى اللقاء. ما علاقة ليبيا بغضب الولايات المتحدة من الإمارات؟ ولماذا أثارت أبو ظبي حفيظة صانع القرار الأمريكي؟ بعد الفاصل.